شغلة يمكن تغيرت قبل، إذا تتكلم عن أكثر من 15 سنة 14 سنة، لتسويق عمل أنت تحتاج قنوات موسيقية. كان روتانا، ميلودي ميوزك، نجوم، إذا تذكر هذه القنوات اللي المتخصصة للأغاني. الحين إحنا نقدر نستغني عن هذه القنوات لأن في سوشيال ميديا. أنا أقدر أعمل كليب جدا بسيط وأسويه باليوتيوب وراح ينشر أكثر من مكان يتوزع، لأن الحين القنوات الموسيقية أصلاً ما حد يشوفها. فالواحد راح يتعب على نفسه، أتوقع أنه راح ينتج لنفسه أو يشوف أحد من الشعراء أو الملحنين اللي يحبون الفن واللي تربطه بينهم علاقة. طبعاً طبعاً، يعني هذا بعد لازم أنا يعني ما أدري كيف توصل لهم. يعني هي إيه، بس إن شاء الله إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله.